ازاي قدرة مؤتمرات كهذه على دفع المجتمع الدولي في محاولة انقاذ ما يمكن انقاذه في غزة؟ يعني واضح حضرتك من الاستجابة الدولية الواسعة للمشاركة في هذا المؤتمر بناء على دعوة المصرية. واضح حضرتك انه المجتمع الدولي يدرك تماما حجم المأساة الإنسانية اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وهذا الحضور الدولي الكثيف بيؤكد صحة الموقف المصري منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، من أنه أحد عناصر الموقف الأساسية للتعامل مع هذه الحرب هو إدخال المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. أعتقد حضرتك من الكلمات تلفت النظر في هذا المؤتمر هي كلمة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عندما تطرقت إلى الموقف الإسرائيلي من وكالة غوث اللاجئين، وقالت وأكدت أنه في حالة تنفيذ قرار غلق كافة مكاتب وكالة غوث اللاجئين الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة فإن المسؤولية تقع على إسرائيل بصفتها قوة الاحتلال. ده حضرتك ده يعني فعلا يعني أنا أرى أن دوت من أهم وأخطر التصريحات التي صدرت عن هذا المؤتمر، بالإضافة طبعا إلى أهمية وقف إطلاق النار ومساعدة الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية على سرعة تعافي قطاع غزة من التدمير الممنهج الذي سببت فيه إسرائيل في قطاع غزة. لكن تظل هناك أزمة في كيفية وآلية إيصال المساعدات مع إغلاق المعابر أيضا، هل تعتقد أنه ممكن يكون في انفراجة قريبا فيما يتعلق بهذه الجزئية؟ أتصور حضرتك هو طبعا كان في مشكلة في المعابر فهي رجع لإسرائيل، يعني إسرائيل تتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة في ذلك، وهي بتستخدم فعلا حضرتك سلاح التجويع الحمل لدفع الفلسطينيين على الهجرة الطوعية. لكن أتصور هي قسمت أصلا القطاع من المنتصف دلوقتي، بقى في محور نتسريم ده قطع المحور غزة لجزئين. هو حضرتك هي طبعا محور نتسريم ده حضرتك كما تتذكر ده يعني تم تنفيذه من فترة طويلة يعني طبعا، لكن الخطر الأكبر الوقت حضرتك هو شمال غزة على ضوء ما عرف إعلاميا بخطة الجنرالات إن هو فصل شمال غزة عن القطاع. لكن عموما حضرتك يعني أنا تقديري الشخصي إن ممكن نبدأ نرى انفراجة ولو بسيطة في موضوع المعابر بدخول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب البيت الأبيض في يناير الموقف، لكن هذا يتطلب من جانب آخر حضرتك يبقى في اتفاق على إطلاق سراح الرهائن، لأنه كما تابعنا أمس حضرتك أو النهاردة صباح اليوم التدوينة اللي كتبها الرئيس المنتخب ترامب حول ضرورة الإفراج عن كل الرهائن قبل 20 يناير المقبل. فأتصور حضرتك أن ده ممكن يبقى عنصر مساعد في تغيير إدخال تغيير على الموقف الإسرائيلي بالنسبة للمعابر. على حسب من ناحية أخرى على حسب تقارير صحفية في يعني ممكن يبقى في حضرتك
اتفاق بين مصر وفلسطين وإسرائيل على أسلوب لإدارة معبر رفح. ودوت حضرتك يعني بيأتي في إطار الجهود المكثفة اللي بتبذلها مصر، ليس فقط حضرتك على صعيد إدخال المساعدات الإنسانية، وإنما التوصل لوقف إطلاق نار. وكما أعلن اليوم في هذا السياق أنه منظمة فتح وحركة حماس وافقوا على مسودة مصر أعدتها تتعلق حضرتك بما يعرف أو بما سمي بلجنة الإسناد المجتمعي. نعم. التي ستتحمل مسؤولية إدارة كل شؤون قطاع غزة. فيعني دي طبعا حضرتك دي مسودة كل من فتح وحماس وافقوا من حيث المبدأ عليها. ونتمنى طبعا لا شك أن الجهود المصرية هتستمر وهتتواصل ليس فقط مع الجانب الفلسطيني وإنما مع الإدارة الأمريكية الحالية، مع الفريق الانتخابي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، ومع الحكومة الإسرائيلية حضرتك لاتفاق، حتى لو كان اتفاق وقف إطلاق نار مرحلي يسمح بوقف إطلاق النار، إدخال المساعدات بكميات كبيرة جدا لتغطية كل قطاع غزة في الجنوب وفي الوسط وفي الشمال، ثم إطلاق سراح الرهائن مقابل طبعا الإفراج عن معتقلين وأسرى فلسطينيين. ولا شك أنه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بيتطلع إلى تكرار تجربة وقف إطلاق النار في لبنان طبعا. يعني كان على الأقل ولو هدنة نستطيع من خلالها إدخال المساعدات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. زي ما حضرتك تذكر يعني ذكرت شمال غزة معزول عن العالم تماما. أنا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا. السفير حسين هريدي مساعد وزير خارجية الأسبق، شكرا جزيلا.